التعاون الوثيق بين داعش والنصرة في إدلب واستعانة الجولاني بمسلحي داعش في معاركه ضد السوريين أكدها الناشطون وأثبتتها تسريبات تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وبشكل علني، ولعل آخرها ما أورده خالد الشمالي على صفحته على التليجرام وعلى موقع تويتر والتسجيلات الصوتية التي تم بثها والتي تثبت لجوء الجولاني وقيادات النصرة إلى قيادات داعشية للإسهام معهم في الحرب على الفصائل السورية. خالد الشمالي غرد الحزب الإسلامي التركستاني يدوس على كل بياناته السابقة ويتدخل لإنقاذ بغاة الجولاني ويسير رتلا لاحتلال معرة مصرين وغيرها من المناطق، كما لقد أصابته لوثة الجولاني حتى في طريقة الكذب والتدليس وخداع الناس وليس في استباحة الدماء المعصومة فحسب. وقال خالد الشمالي أيضا الجولاني وسدنته الشرعيون يدرسون إصدار فتاوى ردا على الفصائل التي قامت بصد بغيهم لاستثارة الدواعش الموجودين في المحرر للمشاركة معه في المعركة ولتعزيز روح المفاصلة عند أفراد ودفعهم للقتال العقدي. وقال أيضا يظهر في التسريب كيف يستعين البغاة بالخوارج على المجاهدين ومن وقف معهم من الشعب المظلوم، حيث يفرجون عن 150 معتقلا من الدواعش ليقاتلوا إلى جانبهم ويستعينون بالمجرم الداعشي أبو خالد كازو بكل وقاحة وهو المسؤول عن مجازر بحق المئات من أبناء المحرر. نتابع جزءا من التسريب. 250 واحد من الدواعش. ايه يا شباب امبارح طالعين من السجن. وهن دولي ولا مجتمع فيهم؟ لا لا من اللي سلموا حالهم، من اللي سلموا حالهم اول مره. سلمت من اللي سلموا حالهم اول مره عندما طلعوا على المنطقه لهون. لوين اخذوهم لوين؟ يا اخي اللي سلموا حالهم اول مره تمام؟ مفرجين عنهم. يا ابو فايزه ابو فايزه يعني خلص خلصوهم. سريع سريع سريع. هيك اسمع. ما انا قلت بلكي عندك علم مشان او تشوف لنا مين مسؤول عن الموضوع. شوف كم شب معهم. هاي ان شاء الله شوف.